على مدى العصور والحضارات كانت تبنى المدن لحماية الإنسان بمساحات ضيقة، وبعد الثورة الصناعية بنيت المدن لتضع الآلة والسيارة والمصنع قبل الإنسان. المدن التي تدعي أنها هي الأفضل في العالم يقضي فيها الإنسان سنين من حياته من أجل التنقل، وسوف تتضاعف هذه المدة في 2050. في 2050 سوف يهجر مليار إنسان بسبب ارتفاع انبعاثات الكربون وارتفاع منسوب مياه البحار. 90% من البشر يتنفسون هواء ملوث. لماذا نقبل أن نضحي بالطبيعة في سبيل التنمية؟ ولماذا يتوفى 7 مليون إنسان سنويا بسبب التلوث؟ ولماذا نفقد 1 مليون إنسان سنويا بسبب الحوادث المرورية؟ ولماذا نقبل أن تهدر سنين من حياة الإنسان في التنقل؟ لذلك نحن بحاجة إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية. اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم نقدم لكم ذا لاين، مدينة مليونية بطول 170 كيلو تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، 0 سيارات، 0 شوارع، و0 انبعاثات كربونية. تستطيع أن تقضي حوائجك اليومية بمدة مشي أقصاها 5 دقائق، تستطيع أن تصل من أبعد نقطة إلى أبعد نقطة في 20 دقيقة بتكلفة بنية تحتية أقل 30% وبجودة أفضل للمنتجات التي سوف تتقدم ب 30%، بطاقة متجددة 100%. مشروع ذا لاين هو ثورة حضارية للإنسان، تضع الإنسان أولا. التفاصيل سوف تكون كثيرة، سوف تقدم في أوقات لاحقة، لكن اليوم نترككم مع فيديو مبسط لهذا الإعلان. لم تتمكن المدن المعاصرة من التأقلم مع النمو، لذا تحتاج هذه المدن لإعادة تصميمها بشكل جذري. كيف سيبدو الأمر لو تخلينا عن السيارات، لو استغنينا عن الشوارع، لو ابتكرنا داخل المساحات العامة، لو بنينا حول الطبيعة بدلاً من البناء عليها، لو كانت جميع احتياجاتك على بعد 5 دقائق مشياً في كل الأوقات، لو تمكنت التقنية المدمجة من خلق مساحات شاسعة يسودها الهدوء والراحة، لو كانت الاستدامة أمراً مسلماً وليست مجرد هدف، لو استبدل الخدمات الحضرية القديمة بخدمات يحركها الذكاء الاصطناعي. كيف سيبدو الأمر لو بنينا The Line؟ امتداد بطول 170 كيلومتراً من التغيير الجذري في الحياة الحضرية، يحمي أكثر مناطق الأرض طبيعة وجمالاً، ويخلق في الوقت ذاته معيشة استثنائية لسكانها. مرحباً بكم في The Line. نيوم